بأسراب من الصراصير بدأت الغزوة قبل يومين، غزوة قوامها ثلاثة أنواع من الحشرات اجتاحت مناطق لبنانية عدة وقد تظهر في مناطق أخرى، وهي الخنفساء السوداء والصراصير البرونزية وحشرة أخرى تشبه البعوض الصغير، وهي أكثرها إزعاجاً للمواطنين لكونها تطير وتستطيع أن تدخل عبر منخل النوافذ بأعداد كبيرة. بتسبب بعض الحساسية عند بعض الأشخاص. بعض الحشرات هذه ممكن تعض، إنما عضتها منا سامة وما في أي خطورة لا على صحة الإنسان ولا تنقل أي مرض ولا تنقل أي عدوى. هيدي حشرات مفيدة بالطبيعة وهي بترجع للطبيعة منها لوحدها وبتختفي منها لوحدها، وهيدي تتجمع على الأدراج وعلى الحيطان وعلى الأسطح اللي بيكون بالليل في ضوء، وخلال النهار مرات ما منشوفها وبتختفي أو بتموت. مع موجة الحر ظهرت تلك الحشرات وقد تختفي بانخفاض الحرارة، وبحسب مصلحة الأبحاث الزراعية فقد تستمر بضعة أيام، وينصح ليلا بإغلاق النوافذ وإطفاء الأنوار لتجنب جذبها إلى المنازل. قدي رح تستمر هالموجة؟ ما رح تستمر أكثر من 3-4 أيام، لأنه هيدي الحشرات تنتقل من منطقة إلى أخرى وبعدين تزول نهائيا. من أسبوعين كانت بلشت بشمال سوريا بحمص، واليوم وصلت لعنا وهي عم تنتقل من منطقة لأخرى. إذن هي ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالزلازل ولا بالبراكين، بل بالأحوال الجوية الحارة التي سجلت أرقاما ما فوق معدلاتها الموسمية، إذ وصلت إلى 35 درجة مئوية، ووفق التوقعات فقد يستمر هذا المناخ حتى الأسبوع المقبل. نعيم برجاوي، قناة الجديد.